كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن العمل على استكمال إجراءات نظام الربط الآلي جار بين الكويت ومصر، مؤكدة أن هذا الربط يشكل حماية وضمانة للجانبين. وأضافت العقيل أن هذا الربط بين الكويت وأي دولة مصدرة للعمالة سيسهم بشكل كبير على القضاء على العقود الوهمية وتجارة الإغامات وما يترتب عليها من جلب عمالة هامشية. وأوضحت أن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تقنين استخدام العمالة بحيث تكون تحت رقابة الجهات المعنية في البلاد وفي الدول المصدرة لها، مبينة أن الربط الآلي بين الكويت ومصر جاء إثر دراسة تجارب سابقة بين مصر وبين السعودية والأردن.